السلام عليكم اخوان، كديرين؟ بخير، نتمنى الله تكونوا بخير نتوما والطويرات والوليدات وكل المعز عليكم. معكم اخوكم زكريا كالعاده. ان شاء الله اليوم الاخوان غنتكلموا على موضوع جد جد مهم، وهو ما يتعلق بالبكتيريا النافعه او البروبيوتيك. وكاين هنا يعني كاين البكتيريا النافعه وكاين ما ينشط البكتيريا النافعه، يعني كاين البروبيوتيك وكاين البروبيوتيك، وهاد الجوج يعني جد جد مهمين في حياة الطائر وحياة الإنسان بطبيعة الحال. بالنسبة إن شاء الله الإخوة اليوم يعني كما قلت لكم هذا موضوع جد جد مهم، وبغيت الإخوان يركزوا معايا مزيان في هاد المسائل اللي عندكم إن شاء الله. نمشيو إن شاء الله يعني عدة نقاط، منها تعريف ديال البكتيريا النافعة، أسباب يعني التي تجعلها يعني تتخرب، والأسباب تنشيط البكتيريا النافعة، والأطعمة اللي تحتوي عليها، وعدة أمور إن شاء الله نطرقوا لها اليوم بإذن الله عز وجل. بالنسبة للإخوان، ما نطورش على الإخوان ديالي، بالنسبة يعني نعرفوا البكتيريا النافعة هي يعني تعيش في الأمعاء ديال الطيور، وتحتوي على أكثر من يعني عديد كثير من أحياء ديال البكتيريا النافعة والضارة كذلك في الأمعاء ديال الطيور، ونوع من البكتيريا المختلفة، ومنها الضارة والنافعة، والتوازن الصحي بينهما الذي يعني له تأثير إيجابي على صحة الطيور. لكن التوازن بيناتهم تكون النتيجة يعني عند الطيور تكون بصحة، الصحة ديالهم تكون يعني بصحة جيدة إن شاء الله، ولكن خلل فيها راه تكون الإشكال. وبالنسبة للإخوان كما قلت لكم يعني التعريف ديالها، هي أحد أنواع البكتيريا التي تتواجد بشكل كثير داخل الجهاز الهضمي، يعني هي تتعيش بزاف يعني المحيط اللي تتعيش فيه هي في الأمعاء وفي سائر الجسد. هي في الأمعاء تتمركز بقوة لأن عندها دور مهم، وإضافة يعني تسهيل عملية الهضم والحماية الطيور من الإصابة بكثير من الأمراض التي قد تنشئ عن طريق تكاثر البكتيريا الضارة وقلة البكتيريا النافعة. هنا البكتيريا النافعة لا تغات على البكتيريا الضارة تمشي يعني المفعول ديالها. ومن كما قلنا الإخوان ديالي هنا مشينا ان شاء الله يعني التعريف ديالها، ويعني وفين تتمركز هي والدور ديالها شنو هو هي. ومن الاسباب اللي تخرب وهي عندها دور رئيسي عاوتاني في عمليه الامتصاص ديال الاغذيه، عندها دور رئيسي في عمليه الامتصاص ديال الاغذيه. وكما قلت الاخوان ديالي كاينين الاسباب وكاينين المسائل وكاينين الاشياء هما الذين يجعلون في بكتيريا النافعه غير صالحه في الامعاء الطائر وتخربوها، حيت كما قلنا كاينين المسائل اللي تنشطوا وكاين اللي تخربوا المناعه. من ابرز هذه المسائل اللي تخربوا يعني البكتيريا النافعه هم الادويه بصفه عامه، وعلى راسهم المضادات الحيويه، لان المضادات الحيويه باش تدخل الجسد تتحارب البكتيريا النافعه والضاره. هنا الطائر تتخلص من الضاره اللي تسبب له المرض، وكذلك تتخلص تم النافعه. وكاين بعض الاطعمه التي تحتوي على تحتوي على يعني كما تنقول، مشات لي سبحان الله العظيم، مواد حافظة تحتوي على المواد الحافظة، يعني هي كذلك تخرب. يعني من الأسباب تخرب المناعة هو أن الطائر تتناول الغذاء أو الطعام أو أي شيء فيه المواد الحافظة، هنا المناعة تتخرب والبكتيريا النافعة تتنقص في الجسد. هنا لا نقصت البكتيريا النافعة، هنا تولي الجسد بدون مناعة، بدون جدار اللي تحصنه ما بينه وما بين الأمراض، يعني تولي الأمراض تطفلوا عليه، تولي طائر المناعة ديالو طيح، دونك يعني أي مرض يدخل عليه عيقضي عليه عيمرضه. عدم الغذاء المتوازن، عدم الغذاء المتوازن كذلك تنقص من البكتيريا النافعة. عدم التشميش، عدم الراحة النفسانية، الطائر اللي كان عايش في الاكتئاب وعايش ديما في الخوف وديما في الرعب وديما يعني التربية غير لائقة به، هنا الطائر هو كذلك تفقد البكتيريا النافعة وتطفل عليه أمراض وتمرضوا لنا الطويرات كذلك. يعني كاين هاد الاسباب، وكاين اسباب ديال التنشيط ديال البكتيريا النافعه. من الاسباب القويه ديال التنشيط ديال البكتيريا النافعه هي
تنمدوا للطويرات ديالنا واحد المأكولات اللي تكون غنيين بالألياف والسكريات، والألياف والسكريات في كاينين تتواجدوا في الأطعمة، خاصة في النباتات، في النباتات الخضراء بحال الهنديبا، بحال الشاردوماري يعني شوك الجمال، بحال التفاح، بحال الحريقة، بحال السلق، بحال السبانخ، بحال البروك الخضار عاوتاني، بحال البروكري، بحال الملفوف، بحال البطاطا الحلوة، بحال السكوم، يعني كاين عدة أطعمة بحال نبات الخبيزة والنبات البري بصفة عامة، البصل كذلك توا فيه، الثوم توا كذلك فيه. يعني هاد الأطعمة يعني تتنشط هي أصلا البكتيريا النافعة، وفيها يعني واحد النسبة يعني بسيطة ولكن الدور ديالها الرئيسي هو أنها تتنشط البكتيريا النافعة في الأمعاء ديال الطويرات ديالنا، وتبقاو ديما الطويرات بواحد المناعة قوية. يعني هادو أبرز الأشياء اللي خصنا نقدمو للطويرات باش نحافظو على داك النشاط ديال البكتيريا النافعة اللي عندو في الأمعاء ديالو، تبقى ديما. يعني هنا ملي تنسمعو أن الطائر عنده يعني البكتيريا النافعة في الأمعاء ديالو بشكل جيد، هنا تنضمنوا أن الطائر عندنا واحد الطائر يعني تيكون بواحد القوة، بواحد الصحة في جميع المراحل الحياة ديالو، ماشي تنقولوا يعني في واحد المرحلة لا، تيكون طائر عنده البكتيريا النافعة في الأمعاء. دونك عندنا طائر يعني اللهم بارك، يعني طائر تيكون عنده مناعة قوية في الجسد ديالو. لك اسمحوا لي اخوان تقطع لي الاوديو، يعني كما قلت الاخوان ديالي عندها الفوائد ديالها عديده عديده، يعني نمشيو لبعض الفوائد ديالها. يعني تعود البكتيريا الجيده شيء يعني بالنسبه للطيور وبالنسبه للانسان، تساعد في عمليه تمثيل الغذاء، وبالتالي تساهم في حرق الدهون في الدم ونقص الوزن. يعني الطائر ما تيكونش عندنا فيه كوليسترول في الدم ديالو، الا كان عندنا طائر فيه كوليسترول في الدم ديالو ما تيكونش عمليه امتصاص جيده، عمليه توصيل ديال الفيتامينات، او عنده تضخم في الكبد، عده المشاكل تمنع انتشار ونمو الفطريات يعني في الجهاز الهضمي، وفي الجهاز وكذلك في الجهاز التناسلي عند الطويرات عند الطيور، وتعمل على دعم عمليه الكبد في من يعني التخلص من الفضلات ومن طرح السموم ومن عدة المشاكل. يعني سبحان الله الدور ديالها عديد عديد، وهي تتواجد في الأطعمة اللي ذكرنا. وهنا كاين بعد يعني كاين واحد اللي بغيت نوضح أكثر يعني في هذا الموضوع، واللي بغيت الإخوان يعني يركزوا معايا فيه أكثر، هو أن من تتصابني عندنا شي طاير بشي أمراض وتنقدموا لي واحد مضاد حيوي وتتمغور دوري البكتيريا النافعة، هنا كاين بعض الإخوان تستعملوا ماء الحمص، تيقول لك ماء الحمص او المنقوع ديال الحمص تيرد البكتيريا النافعه. ولكن اخوان عمركم تسالتوا مع نفسكم واش هي ثابته علميا او مجرد يعني كلام ديال الولاعه او مجرد كلام بالنسبه للمواليع يعني تيدور ما بين المواليع؟ لجينا نبحثوا الاخوان على القو فوائد ديال ماء الحمص، ما فيش البكتيريا النافعه بتاتا، وانما في انزيمات، في املاح معدنيه، في بروتينات، في فيتامينات قوي بالنسبه للانسان ولا الطيور. ولكن قبل ما نقعوه خاصنا نغسلو الحمص بالماء طيب شي جوج المرات، الماء يكون طيب. علاش؟ لانك فيه مبيدات حشريه باش نتخلصوا منها، عاد باش نديروه يعني لمده 24 ساعه ولا مده 12 ساعه في الماء، وديك الساعه تنشربوه ونعطيو الطويرات يشربوه. ولكن راه ما كايناش البكتيريا النافعه، بمعنى الطير اللي كان عندنا مريض وعطينا مضاد حيوي نقصات ليه البكتيريا النافعه، هنا المولوع تيبغي يرد ليه البكتيريا النافعه، تعطيه هذا الماء اللي فيه منقوع الحمص وهو ما فيش البكتيريا النافعة، بما يعني أن الطائر ما استفدش منه، ما يعرفش البكتيريا النافعة اللي في الأمعاء ديالو اللي خاصه، وهنا الطائر يرجع ليه المرض ديالو وعتبقى المناعة ديالو طايحة. وتسمعوا من الإخوان تيقول لك عاوتاني الطائر رجعت الصحة ديالو التدهورات، وهذا هو ناتج أن ما قدمناش ليه واحد البكتيريا النافعة اللي بالصحة يتناولها الطائر ويديرها في الأمعاء، ومع الغذاء الجيد في الألياف عتعاود تنشط ويرجع الطائر للحيوية ديالو القوة ديالو. هذا هو الاشكال الاخوان، بحثوا مزيان ما تلقاوش هذا كلام داير ما بين المواليع، هذا الكلام تيدور عما بين المواليع تيتنقلوا بيناتهم، ولكن مصدر علمي ما تلقاوش. الحمد لله عندنا بروفيسور في علوم التغذيه هو دكتور فيد، رجعوا تصنتوا ليه الاخوان ما تلقاوش ذكر انه كاع فيه البكتيريا النافعه ولا تحتوي على البكتيريا النافعه ولا حتى انه ينشط البكتيريا النافعه، بل هو في انزيمات، في احماض امينيه، في عده عناصر غذائيه للذات تتقويها.
هذا هو الاشكال اللي بغيت نوصل الاخوان، ما تبقاوش ديروا هذا الغلط، ما نقدموش الماء الحمص في مرحله اننا بغي نقدموا ليه البكتيريا النافعه. عندنا احسن مصدر بالنسبه لي انا وتنخدم به، احسن مصدر هو هذا كما تشوفوا، هذا منقوع ديال الحمص، منقوع هذا الماء ديال اللبن، هذا اللبن، ها هو اللبن. كاين دابا كاين بعض الاخوان الحليب تيقولوا لي اللبن، حنا في المغرب ولا تنقولوا اللبن هو انه تيدوز على واحد المرحله ديال التخمير ومرحله الحموضه وعاد باش ناخذوا منه الزبده ديالو وتيبقى لنا هذا اللبن. هذا اللبن دابا ملي تنشدوه وتنحطوه واحد مده 24 ساعه يعني في البراد، يعني في الثلاجه ولا خارج كاع الثلاجه، ماشي مشكل الحال بارد، اش يوقع ليه يعني تتفرز، يعني تنقسم. علاش تنقسم؟ تنقسم يعني الجزء اللي فيه الماء والجزء اللي فيه الزبادي. حنا اللي عندنا بالغرض هو اللي فيه الماء. هنا كاين بعض الاخوان يقولوا ان الحليب من مشتقات الحليب انه تضر الطويرات لانها تحتوي على ماده اللاكتوز، وما بالنسبه للطويرات ما عندهمش، يعني بالنسبه للطويرات ما عندهمش انزيم يسمى باللاكتوز، هو اللي تيسم هو اللي تيدير هذيك العمليه ديال التحليل ديال اللاكتوز بالفعل. ولكن هذا اللبن الاخوان ما تيدوز مرحله ديال التخمير ومرحله ديال الحموضه، هذيك المرحله ديال الحموضه تيتحيد منها اللاكتوز السكر، يعني السكر اللي فيه ما تيبقاش، يقضي عليه الحموضه، وبهذيك الخمائر هي اللي تتكون هذيك البكتيريا النافعه. بمعنى ان هذا الماء هذا غني 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 بالبكتيريا النافعه، و يعني هو بالنسبه لي تنقدموا للطويرات وبالعكس ما تيضرهمش، وهذا يعني مصدر امن، خاصه لكان اللبن ذا جوده عاليه، يكون لبن ذا جوده عاليه، يكون اللبن ذا جوده عاليه، راه يكون ان شاء الله يعني المساله واضحه. سمحوا لي الاناره يلاه شعلتها، ها انتم هذا هو الماء ديال اللبن، او من تيتفرز هو هذا من تيتفرز، وكيفاش الطريقه للاستعمال ديالو تناخذو. وكاين جوج حالات، كاين بعض المرات تنحطوه بحال هكا تيهبط لنا الزبادي لتحت وتطلع الماء الفوق، وكاين حاله اخرى ها هي العكس ديالها، تيوقع لنا العكس ديالها، تولي الزبادي الفوق، ها انتم تولي الزبادي الفوق والماء لتحت، هذه ها هي عندها يعني ها هو الزبادي لتحت ديالها والماء بقى الفوق. هذه كيفاش تنستعملها؟ ساهله، تنجيب سورانك او ابره يعني وتنهز العبار اللي بغيت، هانتو تنهز العبار اللي بغيت، باش نجيب مشربيه باش نوري خوتي اكثر. وهنا كيما شفتوا الاخوان انا جبت مشربيه، هذه دير 50 ملي، هذه مشربيه دير 50 ملي. الطريقه كيفاش تنستعملها سهله جدا، تناخذ واحد خمسه النقاط، خمسه النقاط، ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، ها أربعة، ها خمسة، هي عدد ويتري مزيان. هنا تنحركها بحال هكا، الله أكبر، شي مشكل، تنحللها هانتوما، شفت الماء ما تتغيرش اللون ديالو بزاف، تيبيض واحد شوية ولكن ما تتغيرش. وهنا تنقدمها للطائر 24 ساعة تيشرب فيها، هي مع العلم بعد أربعة السوايع خمسة السوايع تتمشي. إلا بغى بنادم يديرها كل يعني كل نهار، بحال دابا نقدمها للطائر ديالي بالصباح، ولا عاد ديرو قيت يعني حتى مع هذيك الزوال، بعد الزوال مع هذيك الثانيه مساء ولا هذه زوالا الثانيه زوالا، نعاود نقدمها لي عاوتاني، نحيد هذاك الماء وندير لي الماء الاخر عاوتاني. وبغيت نقدمها الكميه ديال الطيور، يعني عندي ايترو ديال الماء، لتر ديال الماء، تناخذ 5 ملي بالسورانك، 5 ملي، 5 ملي بالسورانك وتنضيفها، فهمتونا الاخوان، تناخذ 5 ملي بالسورانك تنضيفها في ايترو الماء ونحركها ونقدمها للطويرات. والمده اللي غنقدمها لي فيه واحد 4 ايام 3 ايام، ما نتجاوزهاش، حيت الكثره ديالها حتى هي كذلك غتسبب الاسهال وغتسبب الانتفاخ وغتسبب كما القله ديالها تضر الطائر، الكثره ديالها كذلك تضر الطائر. اما ما تحمص الاخوان ما عندوش شي مساله علميه ثابته، وبحثوا بحثوا راه ولا بحث، راه واخا نقول لكم دابا انا هذا الكلام الانسان يبحث على راسه، انا الانسان ما يكونش باغا تسمع كوبي كولي، لا نبحث، الولاعة تبغي ان الانسان يبحث. وهذا هو اللي كاين الاخوان، يعني الماء الحمص غني بالانزيمات غني بالاملاح، زوين نعطيو للطويره، ولكن ما تكونش عندنا النيه ديالنا ان باغي نعطيو ليه بكتيريا نافعه، راه ما يستافدش منا. احسن حاجه نقدموا ليه هذا يعني مخاضك او اللي تسمى مخاض ديال اللبن، الماء اللي تتفرز على اللبن،
هو هذا تنقدموا للطويرات، وحنا امنين ما يضر ما والو، ما يدير حتى شي مشاكل. وهذا هو اللي كاين اخوان، كاين خل التفاح حتى هو، ولكن خل التفاح عاوتاني فيه ماده حامضيه يقدر يسبب لي، حتى هو مضر للبول، يقدر يسبب لي الاسهال. اللهم ان تنقدموا لي هذا، راه بحال قدمنا ليه. وكاينين في منتوجات اخرين يعني تتباعوا خاصه بالطيور مزيانين، هذوك ديال اونتر باك، كاين عده المنتوجات، وكاين انتر جيرمينا ديال الانسان، انتر جيرمينا ديال الانسان حتى هي كذلك كبسوله فيها 5 ملي، هما تتباعوا عباره عن كبسولات كل وحده فيها 5 ملي، تنضيفوها في اطر الماء حتى هي مزيانه. ها هي لما عندوش الانسان وما يكلفش على راسو، راه كاس ديال اللبن ما مكلفش حتى درهم، ما كايناش حتى درهم. من احنا جبنا اللبن نهار الجمعه وبقى اللبن تناخذ منه، وقلت نتقاسم مع الاخوان ونتقاسم معاهم هذا الموضوع، هذا الطريقه اللي ترد بها البكتيريا النافعه للطويرات ديالي. وهذا هو اللي كاين اخوان، لا اكثر ولا اقل. وتبارك الله على الجميع، ونتمنى من الله عز وجل تكون وضحات الصوره. واللي كاين شي سؤال، كاين شي تعليق، مرحبا والف مرحبا. معكم خوكم زكريا كالعاده، وحذاري ثم حذاري من منقوع ديال الحمص، انه فيه البكتيريا النافعه. راه لا توجد اي يعني معلومات دقيقه ولا اثباتات علميه انه فيه البكتيريا النافعه. مع العلم بعض الاخوان داروا تحت المجهر وبينوه، وبينوا حيوانات، بينوا ان احياء تتحرك، ولكن ما ديناش اللابوراتوار، ما عرفناش ديك الاحياء اللي فيه واش هي بكتيريا نافعه ولا انزيمات ولا. هذا هو الاشكال، مجرد ان نشوفوا الحاجه بالعين ديالنا ما كافياش نديو اللابوراتوار. اما هذه المساله اللي سطرت عليكم، دخلوا بحثوا فيها مزيان، وعديد من الاطباء تنصحوا يعني المرضى ديالهم اللي عندهم نقص ديال البكتيريا النافعه يستعملوا هذه الطريقه ديال ياخذوا الماء، ولا يشربوا الحليب بصفه يعني الحليب يتشرب. واحد النقطه باش نركز عليها ان شاء الله، نتمنى الله ما نكونش طولت عليكم، هي ان اللبن تيشربوه الناس اللي عندهم داء السكري، انسان اللي عنده داء السكري يشرب اللبن، ولكن الحليب ما يشربوش، حيت الحليب فيه نسبه السكر ديال اللاكتوز. اما اللبن تيدوز من عمليه التخمير وعمليه الحموضه، ما تيبقاش فيه داك السكريات، وانما تتحول الى بكتيريا، وغالبا وتتقال عليها بكتيريا الفطر، يعني تتكون هي من الحموضه ومن الخمائر. وتبارك الله على الاخوان، ونتمنى من الله يكون يعني المعلومه وصلت، ونهاركم مبروك، والسلام عليكم. معكم خوكم زكريا. اي استفسار، اي شي حاجه ما فهمتوهاش، مرحبا والف مرحبا، نوضح لخوتي. والسلام عليكم ورحمه الله.